السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة مدينتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا نحن دابا في بير رامي، وبالضبط قرب متجر أسواق السلام. كاين هذا واحد المشروع جديد غادي يكون في مدخل المدينة، غادي يتم إضاءة مدخل المدينة باستعمال الإنارة العمومية، الإنارة العمومية التي تعتمد على الطاقة الشمسية، كما كاين في الطريق ديال المهدية مكتوب هنا مدة الأشغال 6 أشهر. Travaux d'aménagement de l'accès de la ville par la voie par la route nationale numéro 1 côté Salé en kit d'éclairage solaire. إذا غادي يتم استعمال إنارة تعتمد على الطاقة الشمسية. إذن غادي يتم إضاءة مدخل المدينة من المدار ديال اللي فيه البط حتى المدار المؤدي إلى طريق المهدية. إذا إن شاء الله ستكون لنا متابعة لهذا المشروع. الفيديو القادم إن شاء الله غادي نمشي نديرو واحد الإطلالة على تجزئة الحديقة وتجزئة حدائق حلالة استجابة لرغبة العديد من الأصدقاء. يلا نخليكم على خير وحتى الفيديو القادم إن شاء الله.